يبقى ده كان الملف بتاعنا وملف الـ XML، دخلنا فيه أكتر من حاجة. ملف الـ XML اللي احنا أخدناه، آسف، في الـ JSON اللي احنا أخدناه، دخلنا فيه أكتر من موضوع، وعرفنا تقريبا كل الأنواع في المثال اللي قدامنا. لكن هعمل مثال آخر مشهور، هغير يعني حاجات بسيطة في المثال ده، لأن إحنا في الغالب بنبقى عايزين نشيل مش موظف واحد، ده أوبجكت لموظف واحد. إحنا عايزين نشيل مش أوبجكت لموظف واحد، إحنا ممكن يكون عندنا الكلام ده بيتكرر مع كل الموظفين. وبالتالي إحنا عايزين يعني يبقى شكل آخر أو تصنيف آخر يقدر يشيل مجموعة من الموظفين بذلك الاستراكشر او بهذا البناء يعني. وبالتالي انا هاجي كده مثلا او اعمل سيف از واعمل فايل تاني، اغير الفايل ده حاجه بسيطه. انا بالنسبه لي كل ده هو عباره عن يعني وان انفلي، ولذلك انا هبدا اعمل الملف الجديد. هعمل كده ومعايا، بص انا جوه الاوبجكت ده هعمل حاجه اسمها انفلويز، تمام؟ ودي بتساوي، تمام، انفلويز، واقوم قايل دي بتساوي ايه بقى؟ قلت له دي الانفلويز دي ليست او اري يعني. قمت عامل كده اقواس اري، اقواس لاري. بقى عندي اوبجكت، تمام؟ والاوبجكت ده جواه اتريبيوت اسمها انفلويز، هي عباره عن مجموعه او ليست اوف امبلويز، يعني مجموعه من الموظفين، تمام، مجموعه من الموظفين. وبالتالي اول موظف هم عامل بيست بقى اللي انا كنت واخده. اول موظف بالنسبه لي اللي هو الاخ ده، تمام، ادي اوبجكت اهو اللي هو النيم والجوب والسالري والميل والبيست ديت ومش عارف ايه مش عارف مش عارف. ده كده بالنسبه لي من اوله لغايه اخره ده One object. Object واحد. Object واحد على بعضه كده. عايز اعمل منه object تاني، يعني موظف another يعني employee. هعمل موظف اخر، اخدت من ده كابي الموظف ده وتعمل كوما يعني و ده كده موظف على بعضه، اوبجكت على بعضه بكل تفاصيله بكل اللي فيه، تعمل بيست عشان اشتغل عليه كموظف اخر. وغير بنات، ناخد كده واحد منكم مثلا عبد القادر الحربي، قمت اعمل ماشي تيم ليدر مثلا، نغير اي داتا، اي داتا، بحيث ان احنا نقول ان ده يعني عباره عن يعني another employee. وكده بقى عندي الامبلويز مش واحد. فكرة بقى اختلفت تماما، بقى عندي اوبجكت بس جواه امبلويز، الامبلويز دي اري فيها اول امبلوي، الامبلوي الاولاني مكون من حاجات متداخله، في عنده الاول النيم ده اوبجكت، الجوب ده سترينج، السالري ده نمبر، الميل ده بوليان، بس ديت ده نال، الفون اري، البروجكتس اري اوف اوبجكتس array of objects. كل ده كل دول عباره عن one object جوه الانجليز. بعد كده تبدا تاني تعمل another ايه؟ another object دي تو name برضه object الى اخره بنفس الاستراكشر اللي فوق.
طبعا اقدر اعمل يعني موظف ثالث ورابع وخامس وعشرين. فاكني مش بشيل يعني الناس اللي فاهمه داتابيز او اللي عندها باك جراوند ده مش تيبل، ده يعني شايل بلوه كبيره، مجموعه تيبلز ببعض ومتنسقه وريليشنز متظبطه. يعني مثلا دي تتعمل في الداتابيز تيبل وليها ريليشن وليها قصه، ودي كذلك. بس هنا رغم البساطه رغم القوه، رغم البساطه رغم الايه؟ رغم القوه الموجوده في ملف الجسم ده. انذر يعني فايل غرض منه بس ان احنا كنا نشوف يعني العلامه تطلق لغايه فين، ويعني وممكن نقدر نعمل بيه ايه. طبعا ده كله جوه الانجليز، يعني انا ممكن ده كله بالنسبه لي انجليز، يعني ممكن اقوم جاي اعمل كوما ومعمل حاجه ثانيه خالص جوه نفس الفايل غير الانجليز خالص. تمام، دي الانجليز ليست مش مشكله عندي فيها. تمام، ممكن اعمل مثلا مثلا حاجه اسمها باي رول مثلا اللي هي الرواتب مثلا. خلاص وابدا في الرواتب اعمل اوبجكت واشتغل بقى واعمل ديسكريبشن كامل للباي رول بتاعتي ونظام. ممكن اعمل كومه تاني واعمل حاجه ثالثه وربعه وعشره كده. انت فتحت الدنيا على الاخر في ملف الجسم، ملف قوي في امكانيات قويه جدا. يعني كده بالشكل ده كده اكنك عامل داتابيس كامله بقى مش تيبل، ده انت ده اصلا شايل مجموعه تيبلز وده ممكن يكون شايل مجموعه تيبلز. يعني فالملف قوي جدا رغم البساطه اللي بدا بيها، لكن ممكن تقدر تشيل حاجات قويه جدا. ده كانت ايه يعني ليفل ثاني او اطلاق عنان لملف الايه؟ الجسم. هل في اي اسئله يا شباب؟ تمام. طبعا ده الملفات الجسم دي اعلى بكتير من الملفات الحاجات اللي احنا اخذناها قبل كده، سواء كانت اكس ام ال او السي اس في. بس الفيديو ده يا دكتور. ايوه يعني احنا ممكن نقول يعني ديكشنري ونقول ليست يعني وزي كذا بدل الاوبجكت وهذا، ولا المسميات يعني هذه فيها اختلاف ولا؟ هي هنا زي ما انا قلتها لك. تمام، لكن خلينا نقول انا كده بشرح لك جيسون. يعني خلينا نبدا نتوقع الله، يعني هوضح الحته دي كويس جدا. المسميات اللي اطلقت على ملف الجيسون اللي قدامنا، احنا هنا مثلا ده قلنا ده اوبجكت، قلنا مثلا هنا الري، ممكن نسميه ليست مثلا. ليست الري مش فرق، لكن الري اوف اوبجكتس مش عارفين. طب ديكشنري مثلا، ديكشنري يعني اسميه ازاي بالبايثون؟ يعني خلاص عرفنا يعني انا كده اخذنا الجيسون كفايل جيسون بدون يعني الفيديوهين اللي فاتوا ونتكلم عن جيسون كجيسون في اي حته. يعني في اي حته يعني سواء كان عاوز بس ترجم السفرين، سواء كان في اي لغه من اللغات. طب احنا دلوقتي بنشتغل مع البايثون، دلوقتي بنشتغل مع البايثون. فالملف الجيسون اللي معانا دي مسميات مختلفه شويه. طب هل انا محتاج ان انا احافظ على الاختلاف ده؟ محتاج تحافظ عليه، لان في عمليتين بيتموا على ملف الجيسون لما نكون شغالين من خلال البايثون. تمام، حاجه اسمها سيريلايزيشن، حاجه اسمها دي سيريلايزيشن. سيريلايزيشن ودي سيريلايزيشن. تمام، لازم نفهم الفرق ما بين الاثنين وايه فكرتهم. في انواع مختلفه ما بين الجيسون وما بين البايثون، ازاي عمليه بتتم؟ اول حاجه اسمها السيريلايزيشن. ايه السيريلايزيشن دي؟ السيريلايزيشن دي عباره عن تكنيك. خلاص لما الداتا بنحولها، لما البيانات بتاعتنا بنحولها
لمجموعه من البايتس وتتقفل في فايل عشان نقدر نبعتها على النتورك. تمام؟ يبقى انا عندي بيانات انا شغال عليها في البايثون، بقفلها واحطها كملف جيسون. دي بنسميها سيريالايزيشن. بنسميها ايه؟ سيريالايزيشن. طيب ودي معناها ان البيانات اللي انا شغال عليها في البايثون هتتحول لجيسون. فيبقى في انواع وانواع مقابله. في انواع وانواع ايه؟ مقابله. يعني مثلا الدكت ديكشنري يعني ده بيتحول في الجيسون لاوبجكت. الدكت بيروح لاوبجكت. الليست وكذلك التابل. التابل والليست الاثنين بينزلوا بشكل الاري بتاعنا العادي الجميل ده اللي هو شكل الليست. عندنا شكل التابل اللي هو الاقواس المدوره دي ما بنعملهاش. بتروح على الري. بتروح على الري. ليست تي ار اللي هي سترينج في البايثون بتروح على سترينج برضه في الجيسون العادي. الانت والفلوت يعني الارقام الصحيحه والارقام الكسريه داخل ال البايثون بتتحول معانا نمبر. نوع انا ما عندناش فرق ما بين ال ما بين النمبر اللي هو الانت اللي هو الصحيح والكسري، هما الاثنين عندنا في الجيسون نمبر. الترو طبعا عندنا في البايثون كيسنس تبقى على التي كابيتال، عندنا في الجيسون كيسنس تبقى على التي سمول، مختلفين. فولس بتروح فولس. النن بتيجي هناك نل. يبقى ده ايه؟ ترانسفورميشن وعمليه التحويل اللي بتتم من البايثون للجيسون. امتى؟ لما بنعمل سيريالايزيشن. فبنعمل ايه؟ سيريالايزيشن يعني من البايثون بنفك ونعمل ايه؟ ونحطه جيسون. عكس العمليه تماما الديسيريالايزيشن. تمام؟ الديسيريالايزيشن انك بتعمل ايه؟ بتريفرز، تقلب العمليه. تمام؟ انك بتاخد الديكودينج او البيانات اللي متشفره ومتقفله جيسون خلاص اند ايه وكونفيرت دوت في ال هو قال ديكودينج ذا داتا ذات از ايه كونفيرتد انتو جيسون فورمات. يعني تاخد الجيسون فورمات وتحوله للايه؟ للبايثون. بقى عندك ملف، الملف اللي انت شغال عليه قريته قريناه. بعد ما قريناه هنقراه كبايثون، هنحوله لما يقابله في البايثون. لما يقابله في البايثون. تمام؟ فالاوبجكت يتفك ديكشنري. ماشي سهله واضحه ما فيهاش مشكله. الاري في الجيسون تتفك معاك ليست، مفيش تابل. الاري تتفك معاك ايه؟ ليست، مفيش تابل. تمام. السترنج الجيسون بتروح سترنج عادي. النمبر بيجي انت. تمام. الترو طبعا ده الفلو بيجي فلو. الترو بتيجي الترو اللي اسمه بتيجي ترو كابيتال، والفولس اللي اسمه بتيجي فولس كابيتال، والنل بتيجي نل. ده بيحصل في عمليه البي الدي سيريالايزيشن. يبقى دي حته حاجه مهمه جدا كفرق اساسي ما بين السيريالايزيشن والدي سيريالايزيشن. لما اجي اكتب بيانات وحاططها على ملف من البايثون احطها على ملف جيسون اللي بيحصل، والعكس لما اجي اقرا من ملف الجيسون واحطه واجيبه عندي في البايثون اللي بيحصل. بس ابقى فاهم كل نوع بيتحرك ازاي. هل في اسئله؟ تمام يا دكتور. تمام. انا ماشي بالراحه. تمام يا دكتور. لان الجيسون مهم. احنا محتاجين نفهمه كويس عشان يعني ده بنشتغل عليه كتير يعني في الشركات وفي الشغل يعني بيتم العمل عليه بشكل قوي. يعني ممكن نستغني عن ال XML. أقول دلوقتي اغلب الناس بتستعمل على اكس ام ال، بس لازم تعرفوا لان وارد ان السيستم اللي انت شغال عليه يجي لك فيه اكس ام ال. طيب شكرا. يعني مثلا اشهر مثال بين الاكس ام ال وما بين الجيسون كان عندنا زمان بنشتغل على الاي بي اي ما بين السيستمز وما بين الموبايل والويب وكله يخش مع بعضه، كان كله شغالين اكس ام ال. هتلاقي كل النظم القديمه شغاله اكس ام ال.
في الوضع الجديد ما بقاش شغالين XML خالص، بقى شغالين JSON. طب السيستمز القديمه اللي موجوده في السوق ما زالت شغاله على النظام القديم اللي هي APIs القديمه اللي هي XML. فوارد وانت بتعمل سيستم تضطر انك ايه تربط حاجه ببعضها، فتلاقي نفسك بتربط بحاجه XML عشان تكون عندك باك جراوند عارف. تمام، بس هي تمام. الجيسون يعني مقروء افضل، يعني مرتب افضل، ترتيبه افضل في القراءه وفي الكتابه برضو افضل، يعني احس كده. انا هقول معلومتين. شكرا دكتور. تمام، انا هقول معلومتين اضافيين عشان الناس تاخد بالها من الفرق الاساسي الجوهري. قبل ما نبدا ان شاء الله، يعني بعد ما اخذنا السيريلايزيشن والديسيريلايزيشن، تمام، هناخد بقى حاجات تانية عشان نعرف نقرا الملفات. قبل ما نقرا الملفات نبذه سريعه كده على فرق جوهري ما بين الجيسون وما بين الاكس ام ال. الاكس ام ال اللي قلنا الاول كان موجود في السيستمز القديمه ككوميونيكيشن فايل ما بين البيانات ما بين السيستمز وما بين بعضها، سواء كان ما بين ويب وويب او موبايل او موبايل وويب وكلام زي كده. تمام، وكنا بنشتغل الاكس ام ال ده اساسي، وكنا بنشتغل حاجات بروتوكولز خاصه بيه وكلام زي كده. فكان الاكس ام ال هو الاساسي. وبعد كده في التحديث بقى الجيسون خد مكانه تماما في كل السيستمز ده. انت لازم تعرف ده، لازم تعرف ده، لانه وارد انك انت تجي لك تبقى شغال في سيستم تيجي بيكومينيكيت مع سيستم قديم شويه، في سيستمز قديمه وتقعد عشرات السنين مش هتترمي على ما تترابلس. فممكن تبقى انت عندك خلفيه عن الاكس ام ال، شغال مع سيستم جديد عندك خلفيه عن الجسم ده وده وده ده اساسي. اما بالنسبه للفرق تاني، الفرق الاساسي قوي ما بين الجسم والاكس ام ال، الناس بتقول لك ده ريدبل اكتر، ده مقروء احسن وشكل مرتب احسن. دي عمليه نفسيه، ممكن واحد يقول لي انا متعود. حد قال لي اقوى جدا وجميل جدا ومش عارف ايه، ما مش قضيتي. لكن الحته اللي تهمني بقى الاكس ام ال ده، انت لو جيت حولت يعني الملف في الجسم ده الاكس ام ال، هو ينفع يتحول. لما تيجي تحوله هيفرق معاك حاجه مهمه جدا، هتشوف حجم البيانات، هتلاقي حجم البيانات مختلف. كنا لازم زمان الاول نعمل ايه؟ نفتح التاج ونقفل التاج عشان نكون الحته دي. هنا نفتح التاج ونقفل التاج، هنا الفونز نفتح التاج ونقفل التاج. الله، لو فكرت في الموضوع ده هتلاقي حجم ملف الاكس ام ال اكبر بكتير من ملف الايه؟ الجيسون. يعني لو رحنا وقلنا مثلا مثلا اي موقع من مواقع كتير جدا بتكونفرت البيانات بشكل عادي، فلو جينا اخذنا كده الملف بتاعنا ده، هو كتبه لنا هنا اهو اكس ام ال زي ما احنا شايفين، صح؟ فلو رحت انا ومتعامل تايب اكس ام ال فايل 2 دوت اكس ام ال، عامل بس نفس الفايل بالظبط، هو عمل لي نفس البيانات بنفس كل شيء، يعني ما فيش اي مشكله خالص. انا الفري الاولاني ولا الفري الثاني ولا الفري رول، بس حولها طبعا بالشكل ده. ايا كان ممكن نقدر نحولها. طبعا تلاحظوا ايه؟ النيم بتقفل، نيم الفيرست نيم هتقفل الفيرست نيم، لاست نيم لاست نيم، الجوب مش عارف جوب الاخر. طب انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول لو انا رحت كده فين اوبن في ال اكسبلور تمام، دخلت على ديتا كده. بص خد بالك حبيبي، انا اشتغلت على نفس الملف ده. بص ده كام بايت؟ كيلو بايت، 1 كيلو بايت، ده الضعف. وانا ايه بتكلم على حجم البيانات اللي كتبناها قد كده يعني. تمام، ده حاجه انا سوري تحت غلط يعني خلاص احنا اسفين يا فيجوال ستوديو، احنا اسفين. تمام،
يعني بس ايه يعني ده كله يعني السايز 787 بايت، تمام 787 بايت ده تمام معدي 1000 وشويه 1000 وكسر تمام، او 1000 اكتر من 1000 مثلا 1040 مثلا، في حين ان ده مش مكمل اصلا 800 بايت. فباين الفرق وعلى المستوى الصغير يعني على المستوى البسيط، على المستوى الايه البسيط اللي هو ملف بسيط، مش ده هو 2 موظفين ولا هم 100 ولا 500 ولا 1000. فمعنى كده ان انا شغال على بيانات كبيره جدا؟ لا طبعا بيانات كبيره جدا جيسون اللي يوديني اكس ميل. ولذلك النظم الحديثه بدات تقل نفسها من اكس ميل، تقول لك لا انا اشتغل جيسون. ليه؟ موفر، حجم البيانات اقل، الانتقال طبعا في البيانات ما بين الابلكيشنز وبعضها اهم واخف والى اخره. تمام؟ في اسئله بالنسبه للحته دي في مقارنه الاكس ام ال مع الجيسون؟ لا تمام يا دكتور، واضح واضح يا دكتور. تمام. طبعا انا مش عايز احمسكم قوي على الاكس ام ال عشان هتحبوه بعد كده. حاجه اخيره تاخدوا بالكم منها في الاكس ام ال، الاسف في الجيسون، النظم الحديثه حتى في الداتابيزز الحديثه بدات تشتغل باسلوب الجيسون، عشان كده مهم شويه. يعني ايه؟ يعني عندك مثلا لو انت اشتغلت في نظم حديثه اللي هو النو سيكوال والكلام ده، هتلاقي مثلا من اشهر مثلا الداتابيزز اللي بتاعت النو سيكوال المونجو دي بي في الشركات. المونجو دي بي كلها قايمه على الجيسون فايل، وشغاله بقى بيج ديتا وشغل بقى ضخم وبتاع، وقايم كل فكرته على التنسيق بتاع الجيسون فايل ده بس. بس مش هي بس، في كتير بس انا جبت اشهر حاجه. فحاجه مهمه اللي كمان حتى الداتابيز اشهر داتابيز او اكتر داتابيز انتشارا في العالم هي الماي سيكوال. ده اكتر داتابيز انتشارا في العالم على اغلب الاحصائيات. تمام؟ هتلاقي ان يعني ما بقولش احسن، انا بقول اكتر انتشارا. ولذلك لما تيجي تبص على ماي سيكوال في التحديثات بتاعتها هتلاقيها بدات تقول لك انا بقيت سبورت خلاص كداتابيز، بدات اسبورت الجيسون فايلز والكلام ده. فده بالنسبه لها نقله. يعني دي حاجه كويسه. فهتلاحظ ان الداتابيز الحديثه كلها بقت تتنقل لفكره ان الجيسون يبقى في الاصل البناء بتاعها. مش بس كمان لغات البرمجه زي ما قلنا في اول تعريفنا للجيسون بقت كل لغات البرمجه بتسبورته، لا كمان حتى الداتابيز كلها بقت بتتحول الى فكره الجيسون. مش كلها، اغلبها بقت تتحول لفكره الجيسون. انت حاجات ثانيه بتقول لك لا انا عايز اعلى مرحله معينه وليها اختلفت، لكن بنقول ان الحاجات الحديثه في حاجات كتيرة جدا مبنيه على فكره الجيسون. دي الاهميه المكان اللي احنا بنعرفها. كفايه اسئله يا شباب؟ تمام يا دكتور. ملف الجيسون يا دكتور لو مفتوح مره طبعا بينطبق عليه نفس الملفات العاديه، يعني ما نقدرش ان احنا نتعامل معاه مفتوح، صح كده؟ من مكان تاني. يعني ايه نتعامل معاه وهو مفتوح؟ يعني انا مثلا وليكن عندي ويب سايت وفي ملف جيسون فيه داتا معينه، فانا حاليا فاتح الملف وبتعامل عليه، بقرا منه او بعمل ايديت عليه، فلو حد تاني دخل يعمل عليه حاجه مش هيقبل، صح كده؟ صحيح. يعني ينطبق عليه اللي ينطبق على الملفات العاديه، مفيش اختلاف. فاير. لكن لما نيجي نتكلم عليه بقى جوه الماي سيكوال او جوه المونجو دي، لا وضع مختلف، لان هم بيمانجوا القصه دي. تمام. لكن هو دلوقتي في الوضع اللي احنا شغالين عليه دوت، هو ده فكرته ببساطه. اي عمليات برضه التعديل او الحسب او القراءه وكده، بلاش القراءه، لكن بيحصل بلوك اعتقد للملف. طبعا دي فكره الملفات اصلا. ملهاش دعوه. يعني واخد برضه نفس فكره الاستراكشر داتابيز. الى حد ما. في بعض النقط لا. بتقدر تمثل بيه جزء كبير جدا من الريليشن ده بيزرع عليه. كيف يا دكتور في السكيورتي يعني؟ سكيورتي ضعيف جدا. فايل.
سيكيورتي فايلز ملفات مسك الملف كل سنه طيب شو السيكيورتي ولا ما بيتعملش عليه انكريبشن او بيتعمل عليه يعني حاجه مثلا مانوال بقى انت كده عملت انكريبشن يدوي خلاص دي قصه ثانيه لكن انا بتكلم ان هو هل هو سيكيور لا هو فايل مش سيكيور خالص فايل ملف عادي جدا مش اي حاجه مش اي يعني مش لازم تقلب برنامج معين فهو يبقى عارف يفكه وعارف يتعامل معاه زي الداتابيز مثلا لا مفيش هو فايل مفيش حاجه خالص تمام محتاج اتكلم في حته السكيورتي وكمان في تاني تمام نستكمل ان شاء الله ولا في اسئله ثانيه لا تفضل يا دكتور يا معلومه اخيره بس ان طبعا الفايلز كلها مش سكيور دي فايل هي تقول لي انا ممكن اعمله انكريبشن واشفر فيه وبتاع اه يبقى انت عملت الحاجات دي مانوال لكن هو مش زي الداتابيز مثلا بيبقى مقفول ومتحصن وليه شغل معين الداتابيز اللي بتقراه لا لا ده فايل عادي جدا لو اتمسك خلاص انت الفايل اتمسك وبينطبق عليه كل القواعد بتاعت الفايلز من البلوكنج لو انت فاتح ومش عارف الكلام ده كله ده عادي لان هو ستيل فايل ملوش علاقه بان احنا لما ننقل الفايل جوه المونجو دي بي جوه الماي سيكوال جوه دي قصه ثانيه كجيسون قصه ثانيه خالص بتكلم على الفايلز بس طيب احنا دلوقتي هنبدا ان شاء الله نعمل ايه؟ ناخد اول اكزامبل احنا عايزين نعمله ببساطه تمام ناخد اكزامبل بسيط لرايتر كده حاجه بالبايثون هعمل ايه؟ هقوم قايل له انا عايز اعمل امبورت اول حاجه امبورت للجيسون والجيسون كلايبراري او باكج هي نازله اوتوماتيك مع البايثون مش محتاجين ان احنا نستورها ولا شيء تمام طيب تعال نقول ان احنا عايزين نعمل اوبجكت كده اسميه ام ونجي عامل كده الاوبجكت بتاعي خد بالك انا بكتب دلوقتي بايثون عشان بس الناس ما تفوتش هنكتب جوه فايل بايثون تمام قمت جاي قايل والله احنا عندنا مثلا النيم أو مثلا ناخد حد من عندنا فريد صار ماشي اوكي كوما ده النيم جوب مثلا هنديله ماشي ايه تاني ومثلا ناخد واحد كمان او حاجه كمان مثلا احنا قلنا جوب تعال نقول السالري عشان نجرب ارقام وتعال نقول مثلا الفونز نديله اري مثلا فمثلا ويتعال نقول كفايه كده يعني هو مجرد خلاص احنا الفكره ان احنا عندنا الوقت بيانات متقسمه كجسم لاحظ ان ده بالنسبه لنا مخروع عادي جدا بالنسبه لنا كبايثون ده بالنسبه لنا ما فيش مشكله يعني انا جيت قلت جريد تايب بتاع الام طبعا مبني شباب مبني طبعا عادي جدا ديكشنري عادي تمام ديكشنري عادي حلو جدا بس هو شبيه جدا بال الجسم تمام جدا مفيش اي مشكله طيب عاوز ابدا ان انا اسيريلايز بالشكل ده بحيث ان احنا نقدر نرايتره كفايل الاول ونشوف شكله هيتعمل ازاي الى اخره طيب هقوم جاي عامل ايه؟ هقوم قايل
الفايل بتاعنا ومقايل له يا جيسون الجيسون بتاعي دوت دمب. طبعا هيقول لها دمب ايه؟ هقول لها دمب الامبلي. اول حاجه عدتنا اللي هي الدمب. دمب يعني اقفله. تمام؟ اقفله. اقفله عشان يبقى صالح بعد كده ان انا ايه؟ ان انا اعمله كفايل. يبقى صالح ان انا انزله كملف. كملف. تمام كده؟ يعني دلوقتي كده بقى مقفول معانا كملف. هناخد بالنا. طيب. فانا اقول شيل الاسامي، عايز الاسامي. لكن دي فكره بسيطه لفكره حاجه اسمها الدمب. هناخد الموضوع ده يعني كذا حاجه. اول واحده اللي هي الدمب. وهناخد حاجه ثانيه اسمها اللود. تمام؟ في عندنا دمبس. تمام؟ وفي ديكودر وانكودر مهمين. في لودز يعني لود. في عندنا لود ولودز ودمب ودمبس. ماشي؟ دول من اشهر حاجات. فقبل ما يعني انا بس يعني انا كده عملت يعني عملت دمب للجيسون فايل. لو قلت له برنت الجيسون فايل بقى لسه طبعا ما كريتوش كفايل يعني ما مسكتوش كفايل. لكن لو جيت عملت كده عملت رن فانا طبعته لك هتلاقي عملنا ايه؟ نعمل جيسون كفايل. اللي عملته انا قلت له جيسون دمب على اللينك فيه عالي جدا. والمفترض ان هو هيدمب ليا الفايل ويحطه جوه الفاريبل بتاعه. تمام اسف دمب سكيب. تمام دمبس. هقول لكم الفرق بين دمب ودمبس. لكن على العموم لاحظوا ان هو كده اتحول معايا لشكل الجسم اللي انا اقدر ارميه. اتحول معايا لشكل الجسم اللي انا اقدر ارميه. قبل ما اخش في تفاصيل تعال نقول ايه الدمب وايه الدمبس والكلام ده. وايه اللود وايه اللودز. ناخد اكتر من مثال. الجيسون دوت دمب وفي جيسون دوت دمبس. تمام؟ الاس يعني. قال الجيسون دمب دي فانكشن بنستخدمها لما نكون عايزين نسيريالايز الايه البايثون اوبجكت لجيسون بدم. تمام؟ عايز اقفل البايثون اوبجكت للجيسون. تمام كده؟ طيب الدمبس بنستخدمها تكونفيرت الجيسون. تمام؟ البيانات بتاعتي عشان نقدر نعمل لها ايه؟ نقدر نبرصها، نقدر نبرصها يعني نقراها ونقدر نطبعها ونقدر نتعامل معاها. خلاص؟ دي الدمبس. تمام؟ لذلك احنا استخدمنا الدمبس عشان نبقى نص وعشان نقدر نبرنته نقدر نقراه كسترينج نقدر نبرصه يعني ايه؟ نمر على البيانات اللي موجوده جوه. لازم الاول ادمبس. ادمبس يعني اكونفيرت الجيسون داتا بدل ما هي اوبجكت جوه اوبجكت واري جوه مش عارف ايه. لا انا هخليها كده يعني از سترينج عادي كنص عادي مفتوح عشان انا اقدر امر عليه او اقدر اطبعه او اقدر اتعامل معاه اكنه نص عادي جدا. ولذلك احنا عملنا من شويه احنا عملنا ايه؟ ادي الفايل طبعا متقفل. قلت له لا انا في اعملوا لي خلاص جيسون عادي. وبالتالي لما عملته جيسون فايل عادي قدرت اعمل له ايه؟ قدرت اعمل له برنت. طب لو انا جيت كنت عامل له برنت الامبس من غير ولا دمب ولا دمبس ولا الكلام من ده. يعني قبل ما اعمل الايه الدمبس ترد بعد الام هيطبعوا لك عادي جدا. بس تلاحظ ان طبعا في اختلاف بسيط ان ده سنجل كود ده دبل كود. لكن تقريبا هو متطابق. ليه؟ لان البيانات دي مشابهه تماما للبيانات اللي هي بتاعه الجسم. يعني نوت الدكشنري هنا متطابق مع الجسم فايل تماما. فمش فقدر يفهمه. مفيش حاجة مختلفة. طب لو عملنا ده مثلا تعال نقول ده تابل بلاش نقول ده ليست. على اساس ان احنا عارفين ان التابل خدوا بالكم اللقطة الصغيرة دي عارفين ان التابل ملوش مقابل.
هينزل ليست كجيسون، ينزل ايه؟ ينزل ليست. لو جيت عملت كده رن دي على الفونز هتلاقي فيه الاختلاف حصل ما بين ان في فرق ما بين ان انا اشتغل كبايثون او ان انا انزل كجيسون. جي حته اللقطه اللي انا كنت بتكلم عليها لما كنا بنوضح يعني ايه سيريلايزيشن، وقلنا السيريلايز ان انا الليست والطلب بتحول معايا اريه، الاثنين بيتحول معايا اريه. فلما فطبعا الليست شبه الاريه لكن الطبل مش شبههم، وبالتالي بالك معايا لما حطيت الداتا بتاعتي كذا طبل لما جينا نحول رجعت معايا هذا ايه هنا هذا ليست بقت كده كده قابله ان هي تنزل كجيسون، لكن اللي فوق دي كانت يعني اونلي بايثون. تمام، هو اللي يفهمها لان بايثون هو بيفهم ده، لكن عندنا في الجيسون الجيسون بيفهم الليست اللي هي الري العاديه. فده فكره الايه الدمبس، فكره الدمبس. تاني يبقى احنا نقول ان الدمبس خلاص الجيسون بقى معمول سترينج واحنا قادرين نبارسه ونقدر نبرنته ونقدر نشتغله عادي جدا وعادي. اما الدمب بس لوحديها لما بيكون عايزين سيريلايز البايثون الى جيسون، سيريلايز البايثون الى ايه؟ الى جيسون. دي كانت اول اكزامبل ناخده في الايه؟ في فكره الدمب او الدمبس. هل واضح ولا في اي اسئله شباب؟ هو اللي اختلف بس في الطابل بس في التحويل لما يبقى فيه من بايثون بس الأقواس دي التحويل للجيسون، هو بس الفرق في الأقواس لما بيحول من بايثون لجيسون، وبالتالي لما تيجي تقراها كل ده ينعكس على القراءة فيما بعد، انك ما تنفعش تيجي تفكها وتعمل المفتريه بتاعك تكون قابل ومستني يجيلك طبل. قال ان هيجيلك هيجيلك ليست هيجيلك طبل ده خالص. انت فاهم؟ يعني ده الاختلاف الوحيد يعني. ده اللي احنا ملاحظينه حتى الان. المثال ده والكوتيشن والدبل كوتيشن. في المثال ده يعني لو يعني الناس تسال ايه هو الفرق بس الوحيد الدبل كوتيشن والسنجل كوت والتابل بيتحول للاري، لا كل الفروق اللي بتحصل هي كل البيانات اللي احنا شرحناها اللي هي دي اللي هي دي كلها. ده اولا نزل اوبجكت تمام اسمه هنا كده، بس تقول لي طب ما هو نفس المنظر هو صح الليست والتابل خلاص شفنا الفرق، السترنج بينزل سترنج، الانت والفلو بينزل نمبر، دي مسميات. الترو والفولس بتنزل كده، طب تعال نجرب دي، والنان بتنزل كده. يعني تعال عندنا فروق اهي في اللي هي الترو والفولس وعندنا النان. يعني لو احنا جربنا لو قلنا ده ميل وادينا له هنا لازم نديله هنا ترو كابيتال كده البوزيشن وقلت انا نن مش لسه ما حددناش